يا لها من أجواء مرة أخرى عندما تعود بطولة الدوري، دوري روشن يعود على شاشة SSC وشاهد VIP. نعم يعود الهلال مرة أخرى، واختبار كبير هذه المرة في ديربي آخر من دربيات الرياض الكبيرة أمام الشباب، أمام إيفان راكاتيتش. وبالمناسبة العناق كان حارا بين إيفان راكاتيتش الكور الكرواتي الكبير وبين مالكوم نجم الهلال البرازيلي، لأن ذكريات جمعتهم عندما كانوا معا في برشلونة في سنوات مضت. وعند بالثلاثة انطلاقة مثيرة جدا للمباراة، والكرة تلعب ولا زالت لهذا اللاعب كارلوس جونيور. شبابية شبابية شباب، الله الله الله، ليث ليث يكشر عن أنيابه في البداية، ليث يكشر عن أنيابه في البداية الأولى. يا هي بداية يا ليوث، يا هي بداية. لا يحتفل مصعب لجوير، لا يحتفل ابن الهلال، سجل في مير. طبعا البعار كما يعلم الجميع من الهلال تنطلق وينطلق الديربي وتنطلق المباراة، أو غيابات خمس عند فريق نادي الشباب. انطلاقة للأمام العرضية الآن، ولدينا كرة إلى ضربة ركنية، والمباراة لا زالت في البداية، المباراة لا زالت في البداية. لحظات الماضي انطلاقة موجودة في الجهات اليمنى، ميشيل والهلال في حالة ضغط مستمرة الآن، والكرة ما فيها شيء. أشار حكم المباراة لاستمرار الكرة الماضية، أشار لاستمرار الكرة الماضية. نعم ولدينا رمية تماس في الكرة الماضية. شكر الغامدي، خالد عزيز، قائمة طويلة، محاولة موجودة، والكرة هنا وصلت خالد عزيز، ماجد المرشدي، طارق التايب، تفاريز، عبد الملك الخيبري، كواك، ناصر الشمراني، خالد. ما يخيبون اطلاقا توقعاتك وامنياتك انت كمشاهد. هذه محاولة فيها مرور، فيها جب. الله الله الله، اوه الشباب الشباب، لكن بونو بونو امام جونيور، بونو امام جونيور في الكرة الماضية. ياهو تصدي، انطلاقتها مرعبة وخطيرة الكرة الماضية، ولدينا حكم المباراة. ماذا احتسب؟ احتسب ماذا؟ احتسب ضرب الجزاء، احتسب ضرب الجزاء في الكرة الماضية. نعم سقط متروفيتش هذه اللعبة في تقدم لضربة الجزاء. متروفيتش يتقدم ويسجل، أول الكلام للهلال من كبير هدافي، أول الكلام منه منه متروفيتش. نعم أول الكلام منه، الهلال يتعاد عن طريق كبير هدافي، إنه متروفيتش. متروفيتش خذ لك مباراة الآن، هذه انطلاقة الآن، والصبياني في الكرة الماضية، وعندك ضربة ركنية للشباب. الشباب بهذه الروح، ضربة ركنية، روبن نيفيز، ميشيل لروبن نيفيز، عالية وللأمام وبالرأس، لا زالت قائمة هنا في هذا المكان والتمرير. الله الله، كثيرا هلال لا يتأخر كثيرا، وهذا الهلال إذا كان في يومه فهو لا يقاوم، هذا الهلال إذا كان في يومه فأنت أمام فريق لا يقاوم. هدف ثاني للهلال، هدف ثاني للهلال، ضربة ركنية هكذا بدأ. والشباب هذه كرة جميلة للأمام، لكن موجود بتغطية ممتازة في خطأ، نعم الخطأ موجود للظهير الأيسر حسين الصبياني. هذا ميشيل دائما يكون بالنسبة لكل بين مشاركة محلية بين مشاركة آسيوية، ولدينا إصابة وسلامات سلامات 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 سلامات، طبعا الأيام خفيفة
السفر للطائرة مسافة بعيدة عودة. محاولة قائمة للأمام، نقلات خطيرة خطيرة موجودة إلى ضرب ركنية، إلى ضرب ركنية. نيفيس، روبن نيفيس عالية وعند حارس المرمى، و طبعا قلة خبرة لا شك بالنسبة للعبسي. هذا صالح الشهري، الشهري أيضا البديل بالمناسبة، بس الشهري عنده هدفين في الدوري. سريع ميشيل، سريع ميشيل، تقدم وجاء بالكرة في هذا المكان. الله 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 على لعبة في غاية الروعة وغاية الجمال في الكرة الماضية. الهلال وكاد أن يضيف هدف ثاني لولا بونو، وخطيرة. الله الله، هدف هلالي ثالث، هدف هلالي ثالث. هذا الهلال إذا غضب، هذا الهلال إذا غضب. سجل الشباب أولا، عاد بعد ذلك الهلال غاضبا بهدف. خمس مدربين هذه انطلاقة الآن من جانب راكاتيتش، محاولة راكاتيتش. الله على المرور، ماذا يقول لغواتيمالي؟ يقول لا شيء، يقول لا شيء. الشبابية يطالبون بضرب، من هو ليس في مأمن، بينما سالم الدوسري عند الكرة الآن. محاولة. الله 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 الله، ما الذي يفعله الهلال؟ ما الذي يفعله الهلال في هذه الألعاب الجميلة؟ والكرة تصل بعد ذلك من ميشا إلى 45 هدف، والآن وصل إلى 30 هدف. خطير. الله الله الله، كان بالإمكان بالفعل لهذه اللعبة. هنا الوصول، وهنا لعبة خطيرة جدا لحبيب ديالو في الكرة الماضية، لأنهم تألقوا في دوري روشن. هذه محاولة وهذه كرة أخيرة من جانب سونيو. طبعا حبيب ديالو هكذا التشكيلة، هذه أعتقد اللي خرج من أرض الملعب، لكن انطلاقة حكم المباراة يحضر في الكرة الماضية. الهلال يعني منذ دخوله في الشوط الثاني قدم لنا عمل 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 عمل، كرة جميلة، وبونو يحضر في التصدي للكرة الماضية، لكن عمق على الشباب في هذه الكرة. الله جميلة، والمحاولة والتسديدة والتصدي، التصدي من محمد العبسي. كان ممكن نتكلم عن هدف هلالي رابع في الكرة الماضية، لكن العبسي، العبسي يحضر بصورة ممتازة. التسديدة من سافيتش والتصدي إلى سافيتش، خطيرة جدا للهلال في هذا المكان، فيها مرور، فيها عرضية للأمام، ولكن تبعد، ولدينا كرة عبرت بكامل محيطها. كرة نعم عبرت بكامل، ماجد كم نعم عالية خطيرة بالرأس تبعد، ولا زالت المحاولة للشباب. سريع 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 سريع، خطيرة، فرصة. الله، هدف هلالي أشبه برشة عطر، هدف هلالي رابع أشبه برشة عطر. كل ما فيه حلو، كل ما فيه حلو، بدايته حلوة، نهايته جميلة، ريحته حلوة. اي نعم، هدف هلالي رابع أشبه برشة عطر. هذه اللعبة، هذه الانطلاقة، هذه السرعة الكبيرة، هذه محاولة كرة لرديف في هذا المكان، فرصة لهدف شبابي ثاني، لكن أيضا تبعد. كارلوس جونيور، كارلوس جونيور كان قريبا من هدف في الكرة الماضية. هذه اللعبة من رديف، وبعد ذلك إيفان راكاتيتش، كرة تلعب عالية بالرأس تبعد كذلك من روبن نيفيز، وهذه محاولة قوية قوية من لا خوف، هذه محاولة من ضربة ركنية من راكاتيتش، ولكن أطول من الكل، أطول من الكل. ياسين بونو عطف، لو تذكرون، لولا بونو، لولا بونو، بينما محاولة في هذا المكان، مرور. الله 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 الله، يا صبياني، ظهير أيسر
ولكنه على غرار كبار المهاجمين. الله على الاستلام، على المرور، على النهاية. يا صبيرة تلعب، تعود للهلال للأمام، محاولة خطيرة مستمرة، التسديدة موجودة، سالم الدوسري والتألق، الله يا العبسي، الله يا محمد العبسي في الكرة الماضية، هذه اللعبة، هذا المرور، هذا سالم، لكن هذا العبسي، هذا عالية من روبن إيفيز، خطيرة ويكسب كثير من الثقة. برافو برافو العبسي، برافو العبسي يا أخي، أنت تفرح والله تفرح للشاب الموهوب في ظل الضغط الكبير. إلى ميشيل يأتي بكرة، خذوها، تفكر في ذلك، تعاد لحارس المرمى. شعار الهلاليين هذه الأيام، لما اكتفيت. محاولة، الله، أوهو، لما اكتفيت. أنا وعبارة لما اكتفيت، ونعم كانت الكرة الماضية تؤكد هذه المقولة. هذه الضربة الحرة المباشرة، موجود حسين القحطاني، رومانساج، الله، أحد أجمل أهداف دوري روشن بلا منازع، أحد أجمل أهداف دوري روشن بلا منازع. المغربي يتجلى. بينما الكرة للأمام، خطيرة للشباب في هذا المكان، محاولة جميلة ولكنها عالية في الكرة الماضية. شوف الدوران جميل، والنهاية بعد ذلك.